The aim of the project is to provide healing, resilience and non-violent empowerment among children who are affected by the war, so both host community children and refugees. When we are affected really on a deep level by what we have seen, what we have experienced, sometimes the cognitive approaches are not sufficient. They're also not always culturally appropriate. So the techniques that IHV introduces are very human, they're very universal, they're very simple to practice, and that is why they can work, you know, for so many people around the world. One very old lady, she was having her sons, they were in prison. And on the last day of the course, she was sharing with me that I have always been laughing to cover up my pain, but today I'm just laughing. بصفتي مختصة بعلم النفس وبالطرق العلاج النفسي الحقيقة أنا نفسي كنت مصدومة وكتير مبسوطة من النتائج اللي كانت أسمعها من الناس اللي مارسوا هاي التقنيات إنه قديش يعني إحنا في العلاج النفسي يجولي لما نشتغل مع الشخص أو حتى لو كان يكون علاج جماعي بياخد وقت لنوصل للي وصلوا هذا الشخص اللي شارك بأنشطتنا وبتقنياتنا. When people are healed, the next level is that they can become resilient. So not just healed from the past experiences, but also becoming more resilient to face the challenges in life. يعني اليوم كنت معصب من واحد وقت عملت التمارين راح العصبية مني كلياتها. أنا صار أربع أيام ما تقتلت مع حدا. كنت أقتل بسبب أشياء تافهة. قبل ما نام هدول بيعملون. كان رفيقي عم يمزح معي. وأنا عصبت وانفعلت علمتونا كيف نتنفس وكيف نعمل الطاقة نفكر إيجابي قعدت هيك ربع ساعة لحالي وفكرت أنه أنا لازم أعمل هيك ما هيك سامحته للصبي فاكتشفت حالي بطريقة أنه أنا مش هالإنسان السيء اللي أنا كنت أفكر فيه على القليلة حسيت أنه أنا ليش هالقد ممكن نعيش هالحياة ليش أنا هون وليش أنا ما لازم أكون حزين كنت لقي كل الأسباب عم بتخليني أكون حزينة إنسانة يائسة إنسانة كئيبة يمكن تكون صفر على الشمال هلا لا عرفت أنا شو أنا عندي قيمة أنا مش ضروري أكون حزينة أنا لازم ضلني مبسوطة. The third level is actually empowerment. It's not just being healed or being resilient to face the challenges, but actually feeling empowered to change those circumstances and situations and conditions. صراحة هي أكثر فترة بحياتي بحس حالي مرتاحة فيها يعني أكثر فترة رايقة فيها كل شيء حلو كل شيء جديد عن جد تشجعت أكثر من أي وقت وعن جد حسيتها أول مرة في حياتي عندي رغبة إني أتغير عن جد هدول التمارين بيحدوا من إنه الكره للآخرين بنقدر نفكر هن ليش هيك بيتصرفوا إنه ما يسود الكره بين المجتمع وإنه إذا نحن من هيدا الجيل بلشنا هيك يمكن المجتمع لقدام يصير أحسن. In the meantime, we also want to strengthen the capacity of the local community and local actors to actually provide and integrate these techniques in their schools and communities. أنا عن نفسي بصراحة هاي التجربة بحياتي ما شفت زي هيك ريليف للستريس اللي صار وهذا كتير راح ينعكس على أكيد على طبيعة عملي وعلى تركيزي بالعمل اللي أولا أخير اللي راح يفيد اللاجئين السوريين الموجودين في المخيم. كل ما سبق وذكرت كذلك إنه أنا كم مضغوط علي كتير كبيرة لأنه اليوم إيجاد البيئة المناسبة لهذا الطفل ونطلعه من حالة الحرب والصدمة اللي هو فيها لحالة إيجابية ولا شعور إيجابي يعني جربت الكان نفس الطاقة والكان نفس الإيقاع والكان يعني الـ 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 الأمور اللي تمت أثناء التدريبات يعني وجدت رياحة كتير كبيرة يعني يوم بعد يوم وجدته كتير إيجابي وكتير جيد وجدت فيه الحمد لله أنه شيء يعني طلعني نوعا ما من الحالة اللي أنا فيها بكتير مواطن ومواقف يعني. And the fourth level is when we can train people really with the skills required to make the change in a very effective
وي ورجعنا كملنا وصرت اعطي انا صرت مدرب اي اتش في عم بعطي اس ار ار في مخيم الزعتري. لما دخلنا عليهم اعطيناهم 3 ايام ورحنا احنا. بعد اسبوع رجعت على المدرسه نفسها، رحت على المدرسه فحكيت لي كيف صار مستوى الطلاب، يعني صار في اقبال دراسي، فحكت لي يعني في بعض الطالبات ارتفعت معدلاتهم، يعني صاروا يدرسوا اللي ما كانت تدرس صارت تدرس. التنفس انا بعتبره كشنطة سفر. شنطة سفر، يمكن نحن كسوريين اليوم هون، بكره واحدنا باوروبا، بكره واحدنا يمكن بسوريا، يمكن بكره واحدنا برا المخيم. فالتنفس موجود معنا، مش هو كتاب ضيعناه، مش هو نسخة بي دي اف حطيناه، فدائما هذا الشيء موجود معنا، نقدر ننشره وين ما كان. هلا السلام هو شيء كبير اصلا السلام، بس ممكن نعبر عنه باشياء بسيطة. المحبة ممكن بضحكة، بضحكة للانسان الثاني. شوف يعني يتعامل معك براحة وطمأنينة، حب. هو معنى كبير وله كتير عوامل وكتير أشياء يعني، بس عادي هو بنفس الوقت بسيط، مش إشي صعب. We think there's a great need to actually include this kind of approach in international peace-building efforts, and we are very happy to have the opportunity now, thanks also to the financing of the European Union, to implement this project, this approach on a large scale in Jordan and Lebanon.